بسم الله الرحمن الرحيم. أول ليلة من ليالي العشر الأواخر، ليالي غالية، ليالي بالعمر كله، ليلة تدركها بكل عمرك خير من ألف شهر، أحسن من عمرك كله. دعاء هذه الليالي مستجاب، والنهاردة ليلة 20، أول ليلة، أول استفتاح لهذه الليالي. ادعي من كل قلبك، ادعي ووصل هذا الدعاء لكل حد نفسك إن هو يعيش هذه اللحظات الغالية، فابعت له هذا الدعاء ليكون معنا. إني داع فأمنه. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، حمدا يليق بجلالك نحمدك نحمدك نحمدك. الحمد لله أنك أحيتنا لهذه الليالي. يا رب لك الحمد أنك أحيتنا لهذه الليالي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم كما أحييتنا لهذه الليالي بكرمك ورضاك وفضلك يا أكرم الأكرمين، يا رب بلغنا ليلة القدر، يا رب السنة دي بلغنا ليلة القدر. اللهم إنا متوسلون إليك بكرمك وجودك ورحمتك وعطائك، وأنت أكرم الأكرمين، وأنت تعلم ما في صدورنا. يا رب إن كنا قد عصيناك قديما فقد جئنا إليك الآن، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على ألا نعود إلى ما يغضبك، فبلغنا ليلة القدر واعتق فيها رقابنا وأجب فيها دعاءنا، واغفر ليه لنا فيها ما مضى من ذنوبنا، واجعلها خير من ألف شهر بفضلك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتقنا الليلة من النار، اللهم اكتبنا من عتقاء هذه الليلة. يا رب احنا وولدنا وأبائنا وأمهاتنا وأهالينا، اللهم اجعلها ليلة العتق يا رب. اللهم اجعل ليلة 20 ليلة العتق من النار. اللهم اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اكتبنا رفقاء النبي في الجنة. اللهم كل من يصل إليه هذا الدعاء اكتبه من أهل الجنة. اللهم اجعلها ليلة نكتب فيها من أهل الجنة، اكتب لنا فيها قصورنا في الجنة وأنهارنا في الجنة. اللهم اكتبنا الليلة من أهل الجنة. اللهم املأ قلوبنا نورا وإيمانا ويقينا وتسليما ورضا وتوكلا ومحبة لك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بمنازل الروح السبعة، اللهم املأ قلوبنا بمنازل الروح. اللهم يا رب العالمين يا مجيب الدعاء، املأ قلوبنا بحبك، املأ قلوبنا بحبك في هذه الأيام العشر. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الدنيا وما عليها. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان، أذقنا حلاوة القرب منك، أذقنا حلاوة الصلاة والقيام والخشوع والبكاء والقرآن. اللهم املأ قلوبنا بحبك. اللهم اكتبنا يا رب وكل من يسمعنا الآن في هذه الليلة ولو الليلة فقط من أحب عبادك إليك، ومن أخلص عبادك لك، ومن أتقى عبادك لك. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين في رمضان وبعد رمضان. اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، رضاك علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من علينا بعمرة قريبة، من علينا بحجة قريبة، اللهم من علينا بزيارة للمسجد الأقصى. اللهم يا رب عزنا واكرمنا وارفعنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم يا رب احفظنا وأمننا واسترنا من الحاقدين والحاسدين والمتربصين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنيهم واكفنا إياهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم احفظ بلادنا يا رب، احفظ بلادنا يا رب، احفظ مصر واحفظ الخليج واحفظ السعودية واحفظ الجزائر والمغرب وتونس والعراق والسودان والأردن وفلسطين. اللهم احفظ السودان، اللهم احفظ وطننا، اللهم احفظ أمتنا، اللهم عز هذه الأمة، أمة حبيبك محمد. احفظ بلادنا واكرم بلادنا، احفظ سوريا، احفظ بلادنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اكتب لنا يا رب عزا وكرما من فضلك. اللهم إنا متوسلون إليك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اعفو يا رب اعفو، إنك إن عفوت محوت السيئات، إنك إن عفوت رضيت، إنك إن عفوت أعطيت بغير حساب. عفوك عفوك يا رب يا ذا الجلال والإكرام، راضي عننا يا رب، راضي عننا في هذه الليلة. بذلنا جهدنا، أطعناك يا رب، أطعناك واستجبنا لأمرك، وصمنا وقمنا،
راضي يا رب، ارضى، نزل علينا رضاك، نزل علينا رحمتك، اغمرنا برحمتك، اغمرنا برحمتك، اذقنا حلاوة القرب منك. باهي بنا الملائكة، نسألك أن تقول في هذه الليلة: يا ملائكتي إني راض عنهم فرف، إني راض عنهم. نسألك أن نلقاك يوم القيامة تقول لنا: عبادي، يا من دعوتوني ليلة 20، إني راض عنكم، اذهبوا فادخلوا جنتي. اللهم اكتبنا من أهل الجنة الليلة. يا رب اشفي مرضانا، يا رب اشفي مرضانا، من كان مريضا، من كانت مريضة، من كان في المستشفيات، يا رب اشفي مرضانا، اشفيهم يا رب. يا سلام سلمهم، الطف بهم لطفا يليق بجلالك. يا رب ارحم من مات من أهلينا، ارحم من مات من أهلينا، ارحم من ماتت اليوم من النساء، ارحم من ماتوا من أهلينا وقرايبنا، ارحم من مات من أجدادنا وأحبابنا وأبائنا وأمهاتنا وأولادنا. اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، نور قبورهم، وسع قبورهم، اغفر ليهم، اعفو عنهم. يا رب افتح لنا السنة الجاية فتحا كبيرا، اجعلها سنة فتح واسع يا رب، رزق واسع من عندك. اللهم افتح علينا في بيوتنا وأولادنا وحياتنا ومشاريعنا وأرزقنا. يا فتاح افتح لنا فتحا مبينا، فتحا كبيرا السنة دي يا رب، رزقا واسعا يا رب. يا وهاب، هب لنا من لدنك عطاء كبيرا ورزقا واسعا وعلما غزيرا. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله يتقبل يا جماعة، ادعوا وصلوا الدعاء ده لكل اللي تقدروا توصله له، لعل واحد يدعي ربنا يستجيب لينا كلنا. وحطوني معاكم في دعائكم، ربنا يحفظني ويكرمني وان يفتح علي في مشروع الإحسان فتحا عظيما. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.